والنهاردة هنعمل وصفة بالريش. طبعا الريش يعني أساسية في العيد. الوصفة دي علشان نعملها عايزين كوستاليتا، طبعا احنا النهاردة مستعملين كوستاليتا خروف. عايزين الآتي، شوفوا، عايزين معلقة كبيرة سمنة، عايزين فصين ثوم، عايزين بصلة متقطعة، عايزين هقسمها نصين البصلة دي هتشوفوا دلوقتي، عايزين ليمون، عايزة واحد طماطم وهنقطعها اي حاجه لان كله هيتحط في الكبه بعدين، عايزه فلفله واحده حمراء مشويه، تمام، وطبعا ملح وفلفل. اول حاجه هنعملها هنعمل ايه؟ عايزين ناخد السمنه اللي عندنا وهنحطها في الطاسه. طيب هناخد الريش بتاعتنا، ولا هدقها ولا اي حاجه، انا هسويها على النار فوق، يعني كل التسويه هتبقى على النار فوق، بس هنسويها على النار وهدخلها بعد كده الفرن، هتشوفوا هنعملها ازاي دلوقتي. خلينا ناخد الكوستاليتا بقى بتاعتنا كده ونحطها هنا. وعندنا حته فحم كمان نسيت اقول لكم، حتة الفحم بقى هي اللي هتعمل ايه حركات كلها، يعني انه بقى يعني ده خلاص معمول على الفحم. وبعدين هحط لها نص كمية البصل اللي عندنا، تقدروا تستعملوا بصلتين لو عايزين. ونبتدي نحط بقى دلوقتي نص كمية البصل زي ما اتفقنا، لان انا عندي دي تقريبا شايفين الجمال اهي، اوكي. هنحط بقى دلوقتي نص كمية البصل اللي عندنا، خلاص خلينا نحطها كده، وهخلي النص التاني هنشوف دلوقتي هنعمل بيه ايه. وهنحط مع البصل الثوم اللي عندنا برضو، ونحمر الكلام ده كله شوية. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد التتبيلات بتاعتنا اللي هنحطها. انا قلت يعني انا ما بحبش غير بس ملح وفلفل. نسيت اقول لكم في هنا الليمون موجود اهو، الليمون موجود بس ما قلتهوش، ولا قلته مش فاكر. المهم في ليمون في الوصف. هاخد دلوقتي شوية ملح، شوية فلفل، خلاص كده عندنا اللحمة ممتاز اتحمرت كويس والبصل اتحمر. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الكلام ده كله، واصلا هي هتتحمر تاني في الفرن، بس هنعمل ايه؟ هناخد مية ونحطها. على فكرة الوصفة دي لإيه هقول لكم، هخليها بقى على النار نص ساعة. خلينا نعمل الصوص بتاعة تتبيلة شوي الكوستاليتا بتاعتنا. هنعمل ايه؟ عندنا هنا محضرة الطعام اهي، هحط فيها الآتي. عندنا البصل، عندنا فلفلة مشوية، هاخد بس واحدة مشوية فلفلة اهي، بس واحدة كفاية، دول اتنين احنا هناخد واحدة بس. هناخد الطماطماية اللي عندنا برضو هنحطها كده هنا، يعني اطحنهم جدا 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 الحاجات دي. نشوف كده ايه الاخبار علشان كمان نحط لهم يا عيني شويه ملح. اصلا ده يعني غموس لذيذ. شويه فلفل ونرجع تاني نطحنهم.
خلاص. المهم يكون الطحن كويس جدا جدا جدا، طعمها لطيف قوي. ممكن تنفع كمان، بتهيألي ممكن تنفع كمان في سندوتشات. خلاص ناقص الليمون وخلاص اهو. تمام خلاص، احنا كده جهزنا اللي هنحطه على الوش. تمام، هناخد بقى الكلام ده كله ونحطه على اللحمه، بس مش كله طبعا، يعني هناخد كميه بس منه. ده بيبقى حلو قوي، بيتهيالي لو عملناه سندوتشات مع جبنه حلوم وريحان بيتهيالي هيطلع حاجه فاخر من الاخر. هنعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما خلاص الصوص كلها اختفت؟ هناخد بقى الفحمه بتاعتنا دي كده ونحطها هنا. هرجع تاني ودلوقتي هناخد الفحمه بتاعتنا هنحطها في النص كده، وهحط عليها نقطه زيت واغطيها واسيبها 3 دقايق بس كده تشرب نكهه الفحم. خلاص هسيبها بقى كده شويه